لليوم 22 للعملية العسكرية في محافظة شمال قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يمارس سياسة القصف بشكل كبير على أكثر من مكان في جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون، هذه المناطق التي تتعرض إلى عمليات القصف بشكل كبير جدا. والاحتلال الإسرائيلي أفرغ محافظة الشمال بشكل كامل من مقدمي الخدمة، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، حتى المستشفيات خرجت بشكل كامل من الخدمة، وبالتالي من يخصف الآن في شمال القطاع لن يجد من يقوم بعلاجه. بالتالي نحن أمام واقع صعب ومأساوي، والاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم للعملية العسكرية أكثر من 1000 شهيد الذين وصلوا إلى المستشفيات، ومنهم من هو داخل المنازل وأيضا ما زال في الطرقات. نطالب المنظمات أيضا الصليب الأحمر من أجل أن يتدخل للسماح بطواقم الدفاع المدني والطبية وأيضا المستشفيات أن تقوم بمهامها الإنسانية في شمال قطاع غزة، وإلا فنحن أمام تهديد خطير للمواطنين المتواجدين داخل شمال قطاع غزة، والذين يتجاوز تعدادهم أكثر من 100,000 مواطن ما زالوا متواجدين داخل المنازل في شمال القطاع.